يسأل أيضا فضيلة الشيخ عن صفة التيمم الواردة في السنة مأجورين. صفة التيمم الواردة في السنة أن يضرب يديه مفرجة الأصابع على الأرض أو على ما فيه غبار طاهر، ثم يمسح وجهه ببطون أصابعه وكفيه براحتيه ضربة واحدة، هذا هو السنة. وإن ضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، فهذا جائز، ولكن الأفضل الذي وردت به السنة أنه ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه. نعم.